نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر صرحت أمس أنها أنجبت طفلة في خبر تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع جدا. وكان هذا الإعلام مرتقبا منذ أسابيع من قبل وسائل الإعلام التي تعنى بأخبار المشاهير، إذ أن كايلي غابت طويلا عن أخبار الصحف، وهو أمر غير اعتيادي لفرد من عائلة كارداشيان الشهيرة. وكتبت كايلي جينر: قررت أن يكون حملي بعيدا عن أعين الناس، معلنة ولادة ابنتها التي حصدت 8.3 مليون إعجاب. وقد بثت جينر تسجيلا عبر يوتيوب يوثق لحملها مع كثير من الصور، وشوهد الفيلم أكثر من 26 مليون مرة حتى الساعات القليلة الماضية. So I'm 34 weeks today. Only got a month left. What do we got here? Tuber.